احنا عندنا فعاليات متعدده، فعاليه طربيه غنائيه، وعندنا فعاليه مسرحيه اوكي، وعندنا باعتبار مهرجان لجمعيه الحكمه بني معروف، راح تتكون من ثلاث فقرات، فقره شعر، فقره الدبكه، فقره تراثيه، بالاضافه الى البازار الموجود في الساحه. طبعاً هذا البازار تمكيني لسيدات رصيفة بشكل مجاني، نوفر لهم الموقع والدعم اللوجستي وفرصة للتمكين لهم وتطوير مهاراتهم. ومستقبلاً احنا قاعدين يعني إن شاء الله شغالين على قضية تطوير مهاراتهم وإنشاء دورات خاصة لهم بالنسبة لمجالات أخرى. الفعاليات الثانية هي بالمشاركة مع مديرية الثقافة، كونه لواء الصيف لواء الثقافة الأردني 2022، فأصبحنا نشمل كافة فعالياتهم داخل اللواء داخل حدائقنا، كونها هي المتنفس أهل اللواء.